السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا رب. فيديو جديد، فلوج جديد، ونبداو بالصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. هنا كيف ما كتشوفوا الفلوج ديال اليوم من مارينا كازا، المارينا الجديده اللي تفتحات في كازا، وهذا المول ديالها مارينا شوبينغ. غادي ندخلوا، غادي ندير لكم واحد، نحاول ما امكن ندير لكم واحد الجوله خفيفه ظريفه وصافي. هذا هو المدخل. صراحه انا ما صورتش بالتليفون ديالي، الا شفتو شي شويه تصوير عيان ولا ماشي تالي يقبلوا على الفيديو. كنت خارجه من هنايا، كنت فرصه مشيت لكازا لان كان الاخ ديالي، الناس اللي متابعيني، الاخ ديالي دار واحد العمليه جراحيه على رجلي والحمد لله دازت مزيان. من هذا المنبر ومن بهذه المناسبه كنشكر كاع اللي سولوا في جميع البنات اللي سولوا في، سواء هنايا في ستوريات، سواء في الانستغرام، في الريزو سوسيو. كنشكركم بزاف 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 من القلب والله العظيم، الى دعواتكم فرحتني بزاف وشكرا لكم. يا ربي الهلا يدركم في معزيز عليكم يا ربي، امين. صافي، هنا من بعد ما خرج من الكلينيك وداك الشيء، قلت فرصة نمشي للمارينا نشوف. مشينا الصراحة، كنا عرفتو مع الخلعة وداك الشيء، مشيت أنا كيعجبني نجلس حدا البحر، نكون مقلقة ولا نكون برزطة. قال لي راه كاين كافي زوينة في مارينا، مقابلين دي كافي بلوتو، ماشي أن كافي، مقابلين مع البحر. فمشيت جلست فيها، واخا كنت شوية عيانة، كانت فيا شوية سخانة ودارني راسي. مشينا وقلت هادي نغتنم فرصة، ما كنتش هازة التليفون ديالي، كنت بغيت نرتاح من التليفون من لي زابيل وداك الشيء. دونك هنايا خديت، ما قدرتش اللي فيه شي بليا الله يعفو عليه، ولكن بليا زوينه. قلت لخالتي عطيني التليفون ديالك نصور هنايا شويه، هادشي القدامي، هادشي القدام ديال الفيديو الاول، او بالاحرى الاول ديال الفيديو صورته انا. من بعد ما قدرتش، خالتي خوالاتي مشاو يتمشاو شويه، قلت لها عافاك دير لي فيديوهات باش نكمل الفيديو. البنات اللي باقي ما شافوش، البنات الجاليه اللي باقي ما شافوش هاد البلاصه، لان تبارك الله دابا راه غيدخلوا، الله يجيبهم على خير، ياخذوا فكره ويعرفوا البلاصه فين جات. فمسكينه من هنا كنقول لها خديجه شكرا بزاف. هي وتوريا مشاو كيتمشاو، بقيت انا وماما في القهوه. صافي مشات هنا، راه هي خدات التليفون مسكين، بدات كتفيلميني. عيات فيا، يلا ما قدرتش، كنت عيانه شويه ماش كيت عليكم. صافي مشاو تمشاو وفيلمات ليا، ومسكينه الله يعطيها الصحه، واخا دارت ليا فيديو زوين. المهم انا بقيت كنقطع في المونتاج وداك الشيء، وحتى هي حاولت ما كتشدش الناس. صافي دارت لينا الفيديو زوين الصراحه. المهم غنخليكم على الفيديو، وبالصحه والراحه المشاهده، ونرجعوا من بعد.
هنا سالينا صافي الجولة ديالنا. أه منين رجعوا همايا من ديك لامارش رجعنا صافي حنا غنرجعوا فحالنا، ودخلت من هنايا وصورت لكم. صراحة عجبني بزاف هاد الغيستو اللي دايرين شكل بوفي، يعني عندكم لو شوا تختاروا اللي بغيتوا، دير لكم اللحم، الكفتة، الحوت، الدجاج، اللي بغيتوا، البيتزا، لي سالاد، يعني فريمون فريمون عجبني بزاف. ولكن كنا ديجا مغدين دونك ما حيت كنا دزنا صراحه ما قدرش نصور لكم، دزنا للمدينه تغدينا بالحوت، عاد جينا هنايا نشربوا ان كافي، وهنا دايرين هذه البلاصه ديال الحلوه. فالمهم راك عارفين اني ما بغيت نبقى نركز بزاف، كان المول تبارك الله عامر بزاف. بغيت غير نعطيكم هكذا اون ايدي خفان زربان شنو عندهم. وهنايا دزنا الميبيلين، ماما، ومهم وخواتاتكم، المهم كل واحد شنو خدا، اللي خدات الماسكارا، اللي خدات الفرون دو تان، اللي خدات الغوج ا ليفغ، كل وحده شنو خدات. صافي درنا دويره، مشيت بغيت نصور لكم شويه هنا الحوانت اولا لي ماغازان. ساعه الناس بزاف دونك ما يعني ما ركزتش بزاف على التصوير. المهم صورت لكم هنايا فكرة على سمية ديال لي بوتيك اللي كاينين هنايا، حيت ما الا جيت ندور على اليسار كاينين الناس بزاف. دونك هنايا وانا كنصور بانت ليا صراحة واحد البوتيك عندها، انا يبانوا ليا الالوان والورود مع الصيف داخل والكسيوات. دخلنا لواحد المكازا اول مرة غنشوفو، وصدقات اون مارك مغربية، كنا علاش لا نجربو ونشجعو هذا التجاره الداخليه ديالنا. هذه جات واحد لا مارك انا ما حسابليش مغربيه، كان يسحب ليا تركيا. المهم هنا بعدا بين قوسين جي كنشوفوا، عجبتني هاد لا كويزين، حمقاتني. شوفوا فيها كل شيء، الفران، البوطه، لافابو، الميكرووند، زوينه الثلاجه. المهم خرجت فيا ديك الطفله الصغيره، قلت لكم المهم انا كنصور هنا وبانت ليا هاد لا بوتيك هنايا عندهم الكسيوات، حيت انا كنت باغيه ناخذ كسيوات هذا الصيف، قررت ندوزو غير كسيوات. الحراره بزاف كيعجبني هكذا كسيوات، وما نبغيش كسيوات اللي نطر لبس تحت منهم بوديات ولا شي حاجه. فانا عشت هكذا الكسيوات والالوان، داكشي طويل ومستور، فدخلت ليه. يلا كنت غنصور صافي وانا نحبس. المهم خديت من عندهم كسيوات، هذه صدقات مارك مغربيه، انا كان كيحسب لي ماركه تركيه. ها انتم هنايا سميتها كيلينا، وفكر على هاد الكسوه البيضاء اللي وريتكم دابا خديتها. المهم خديت حويجات اخرين صراحه نسيت ما وريتهمش ليكم، حتى الا تفكرت ودرت لكم شي فلوغ ولا شي حاجه وانا لابسه.